عينا أهلا بكم. تستعد بعثة المنتخب المصري لمغادرة القاهرة على متن طائرة خاصة متجهة إلى كوريا الجنوبية، حيث مواجهة المنتخب الكوري وديا. فتعالوا بينا نتعرف على قائمة المنتخب اللي اختارها كابتن إيهاب جلال لهذه المباراة، بالإضافة للقناة اللي هتقوم بنقلها والمعلق وموعد هذا اللقاء. بس قبل ما نبدأ الفيديو، ريت نشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد من الفيديوهات، ونعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الجمهور، ونستمر في نشر المزيد من الفيديوهات بدعمكم لينا. ويلا بينا نبدأ الفيديو. من المقرر أن يلعب منتخب مصر مباراة ودية ضد نظيره الكوري الجنوبي يوم الثلاث المقبل 14 يونيو الساعة 1 مساء بتوقيت القاهرة، 8 مساء بتوقيت كوريا الجنوبية، في ظل استعدادات المنتخب الكوري الجنوبي لخوض منافسات كأس العالم قطر 2022. وكان المنتخب المصري قد تعرض للهزيمة أمام إثيوبيا 2-0 بعد أداء سيء وباهت، وكانت هذه المباراة في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة كأس الأمم الأفريقية كوديفوار 2023. أما عن قائمة منتخب مصر، ومن المفترض أن تخوض مباراة كوريا الجنوبية يوم الثلاث المقبل، ففي حراسة المرمى محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، ومحمود جاب. في خط الدفاع عمر جابر، عمر كمال عبد الواحد، محمود حمد الونش، باهر المحمدي، محمود علاء، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، وكريم حافظ. في خط الوسط عمرو السولية، مهند لاشين، محمد مجدي قفشة، أحمد حمدي، أحمد سيد زيزو، أحمد إبراهيم، محمد إبراهيم، أحمد رفعت، وإبراهيم عادل، مصطفى شلبي. وفي خط الهجوم هيكون مصطفى محمد وأحمد عاطف. أما عن القناة اللي هتقوم بنقل هذا اللقاء بين مصر وكوريا الجنوبية، ف قناة On Time Sports One هي اللي هتقوم بنقل هذا اللقاء، وهيعلق عليها المعلق حاتم بطيشة. مشاهدة ممتعة للجميع، واشوفكم في فيديو جديد. كنت معاكم حياة رمضان، باي باي.